تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج مع بعضها. واليوم حنحكي عن مولود القوس والصاعد دلو، أو إذا كان القمر ببرج الدلو. هذا المولود رح يكون تركيزه رايح باتجاه دعم وضعه المهني، وكمان منقله توقع التغيير بقرار سابق لمصلحتك، بالإضافة لسفر قريب. يعني أنت عم بتعيش فترة فيها تقلبات مهنية صعبة ومش عارف وضعك المهني لوين رايح. بكل الأحوال أنت رايح على بداية جديدة، حبينا نطمنك. ضلكم بألف خير، وباي باي.